أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة تيب توك دوت كوم. أخذنا في سكربت سابق كيفية حذف الكروت أو البضائق أو مستخدمين اليوزر مانجر الذين انتهت التحميل تبعهم ولم تنتهي الصلاحية. في هذا السكريبت سنأخذ كيفية حذف اليوزر أو المستخدمين في اليوزر مانجر المنتهي صلاحيتهم مع حفظ ملف سجل HTML للبضائق المحذوفة يحتوي على رقم البضاقة وكمية التحميل وكمية الرفع والإجمالي وكمية الوقت المستخدم كما قلنا لكم يعني. فأتمنى أنه ينال إعجابكم هذا السكريبت المميز في الحذف، وأيضا لمنع أنه أحد يدعي كرتي ما كملش، كرتي حذفتك، كم عباقي لي في هذا الأشياء، كم باقي لي. فإحنا أول شيء لتنفيذ هذا السكريبت بنحمل الموجود أسفل الفيديو بدون إعلانات بدون أي شيء، دايركت تنزل من جوجل درايف. بداية نقوم بعمل نسخ لهذا الاسم تيف توك ريموف 2، وأتجه إلى الراوتر الخاص بي وأنتقل إلى خانة سيستم وانتقل الى خانة السكريبت. في خانة السكريبت اروح وين؟ اروح الى عند اضافة والصق الاسم الخاص بي هنا. اوكي، اروح هنا وانسخ من البداية العلامة الى هنا الى النهاية، واعمل كنترول سي نسخ، وارجع لهنا ايش واعمل كنترول في لصق. جاهز، اعمل ابلاي. الان اروح اضيف سكريبت ثاني او اضيفه في مهام مجدولة حسب ما يناسبني. اذا كنت اريد ينفذه من فترة لفترة اضيفه فين في المهام المجدولة، وإذا أريد أن أضيفه التنفيذ يدوي في السكريبت أضيفه في السكريبت. طبعا هنا أنا بضيفه في السكريبت، أقول run remove أوكي أي اسم، وأنسخ من هنا إلى هنا لصق أبلي. اروح لعند ران ريموف وافعل واعمل ايش؟ اعمل ران تشغيل. خلاص الان اشتغل ويبدا ينفذ العمليات تبعه، وباول ما يكمل بيكون قد انتهى، وان شاء الله اول ما يكمل نعود اليه ونشوف الملف معه. الان بعد ما انتهت عملية الحذف ادخل الى الفايلز واجد ملف الحذف هنا قد انشئ بتاريخ اليوم ووقت اليوم الساعة 9:10 صباحا وقت انشاء وقت تشغيل السكريبت، وكل ما علي هو اسحب الملف الى المجلد سحبت الملف الى المجلد واعمل اعادة تسمية والغي التكست، هذا كلمة التكست، وارجع فقط HTML عشان افتحه في كما نلاحظ هنا تقرير بسجل كامل البضائق الذي انحذفت كامل، يعني ما حد يقدر يقول لي ما استخدمت الكرت تبعي او شيء، لانه التقرير كامل يشمل اسم المستخدم وكمية الابلود بالميجا وكمية الداونلود بالميجا والمجموع بالميجا ايضا وكمية الوقت المستخدم. أتمنى أن يكون السكريبت والدرس مفهوم لكم جميعا. هذه تحياتي خالد أحمد الملصي،
قناة تيب توك دوت كوم. لا تنسونا من الاشتراك والتعليق والإعجاب في القناة. أهلا وسهلا بكم في قناتنا في أي وقت.